السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كشيخ الحمد لله، تفضل. إيه أخبارك؟ الحمد لله، تفضل. معلش يا شيخ، أخوي عايز يسلم عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم رضوى ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، دخلت الصلاة وأنا كافتا لثوبي. دخلت الصلاة وأنت كافتا لثوبي، هل علي الإعادة؟ ليست عليك الإعادة، كفت الثوب لا يبطل الصلاة. نعم، قد قال النبي عليه السلام: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، وليس لكن ليس معنى هذا أن الصلاة تبطل. بارك الله فيك. والكفت، لمن لا يعرفون الكفت، ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، فيدخل فيه التشمير ويدخل فيه ضم الثياب إلى بعضها فتتجسد العورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله، تفضل. اللهم صل على النبي. في واحد زميلك شغل يعني دخل لي معاك شغل، تمام؟ فا يجي بعد فتره، بعد ما اشتغلت شويه، الراجل اللي هو بيتعامل معاه نصب عليك فلوس. فهو قال لي: انا هديك الفلوس من معايا، لان انت مالكش دعوه، انت كده كده انا اللي كنت بجيب الفلوس وانا اللي ايه كنت اتعامل معاك. هو اعطاني الفلوس، هل من حق ان انا اخد الفلوس ولا اشيل معاك الفلوس؟ نفسه طابت بذلك. هو انا طيب، خلاص لا داعي لوسوستك. خلاص، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله اخويا عبد الرحمن بخير. صح يا شيخ مصطفى، عندي سؤال. سؤالين. تفضل. السؤال الاول، صلاه الفجر امبارح بعد يعني من تحت صلاه الجماعه، حد جاء وقال لي: معلش خد فيا صحاب وصلي فجر جماعه تاني، فهل ده يجوز؟ صليت معاه وكده. يعني تعني انك صليت الفجر وبعد ذلك صليت اماما او ماموما؟ صليت اماما او ماموما؟ لا، ماموما. ايوه، صلاه الفجر مره ثانيه. الرسول يقول: لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. ينبغي الا تفعل مره ثانيه. يعني ما ينفعش كده الصلاه ما دام صليتها؟ ما هي مش ما ينفع، يعني الافضل الا تفعل. تمام. طيب السؤال الثاني يا شيخ، يعني هو يجوز استعمال المناديل بعد عمليه التبول؟ يعني يجوز، فبيتبقى اثر يعني بحثت فقالوا عن النجاسه يعني معفو، اليسير معفو عنه. تقصد الغائط ولا البول؟ لا، البول. بيتبقى حاجه فين يعني؟ بتخرج بعد المسح ولا ايه؟
ايوه بعد المسح بالمناديل. لا تنقض اذا تاكدت ان خرج شيء بعد المسح ينقض الوضوء خروج اي بول قليل او كثير، لكن اذا كنت صاحب مرض فاصحاب المرض لهم رخص. تمام. يكفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. دام الله عليك حمدا. يا شيخ كان عندي استفسار، معلش انا اسف. تفضل. انا كنت سالت حضرتك من فتره ان انا كان عندي موتوسيكل ومدين بمبلغ معين، وانا محتار بين ان انا ابيع الموتوسيكل او ان انا اقترض. فحضرتك اشرت عليا ان انا ابيع الموتوسيكل، وانا فعلا اخذت بكلام حضرتك وبعت الموتوسيكل واخدت ثمنه، بس جيت في حاله ان انا بنقل الجواب لانه مش مرخص، طلعت مشكله ان انا مش لاقي صوره البطاقه بتاعه صاحب الموتوسيكل اللي انا اشتريتها منه، ومش عارف اوصل له لان جايبه من تاجر. فالراجل اللي اشترى منه الموتوسيكل واداني المبلغ ثمنه، انا طبعا اخدت منه فلوس وسددت بها الديون اللي كانت عليا. فهو دلوقتي بيقول لي خلاص اتصرف الموتوسيكل وانا يعني عايز يسترد ماله، وانا مش عارف اجيب له المال ولا عارف ابيع الموتوسيكل لغيره، لان عمليه البيع حاليا متعثره لان مفيش صوره البطاقه بتاع الصاحب اللي هو القديم. فهل انا كده ممكن اجيب قرض عشان اديله فلوس ولا اعمل ايه؟ والله اذا انت قدر ضرورتك، اذا كنت مضطرا جاز لك، والا لا. ما هو ضرورتي ان هو اداني فلوس يا شيخ، هو اشترى الموتوسيكل. ما هو خلاص صح. فهمت، استوعبت كلامك، لكن يبقى ايضا النظر في نفسك، هل انت مضطر ام لا؟ انت الذي تقيم ذلك. بس انا مضطر عشان اديله فلوس. خلاص مضطر، خلاص اذا انت مضطر جاز لك. السلام عليكم. مرحبا شيخ عمرو جمان، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير. شيخ أنا اليوم كنت أصلي سنة الظهر. إيه؟ كنت اليوم أصلي سنة الظهر. إيه؟ فأقيمت الصلاة فتركت صلاتي. إيه؟ فدخلت معه، فقال لي رجل بعد الصلاة: لا تبطلوا أعمالكم، ده كما قال الشيخ مصطفى العدوي يعني. قاله ربنا مش أنا اللي قلت. قاله ربنا فرأيه كذا، قلت له حديث إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. أي. هل هذه حجة يعني أم؟ لا، لأن صلاة إلا المكتوبة لا شروع في صلاة جديدة. لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. إنما إذا كنت قطعت منها شوطا يرى الجمهور من أهل العلم، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، أنك تتم صلاتك للآية المذكورة وهي: ولا تبطلوا أعمالكم. هذه هي حجة الجمهور. أما حديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عبد العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا أنا كنت عايز أستفسر من حضرتك على إن أنا هنا في مصر، أنا وأخويا مستقرين يعني عشان الدراسة وكده، ووالدي ووالدتي في السعودية عشان العمل. تمام؟ فأنا عايزة أسافر لهم خلال الشهر ده يعني قبل ما الأجازة تخلص. أنا مجهزة ورقي وكل أحوالي، لكن اخويا يعني هو لسه مجهزش الورق كده. فهل ينفع اسافر لوحدي حد يوصل لي المطار ويستقبلني من هناك؟ هذا اختار هذا الراي لان في رفقه امنه اثناء السفر وهي الطائره، فاذا وصلك شخص واستقبلك اخر فلا باس ان شاء الله. تمام، شكرا حضرتك. الله يكرمك. نفع الله بك يا فتح ابن عثمان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. جعل الله جهدكم في ميزان حسناتكم. يا رب واياكم المسلمين. امين. شيخنا عندي استفسار بسيط ان شاء الله. تفضل. انا من خارج مصر والان في رحله علاج داخل مصر. الله يتمم عليك العافيه يا رب. امين يا رب. الحين بخس علي فلوس نقود، فبخلي اهلي يحولوا لي من بلدي. تمام؟ الحين بحولوا لي عن طريق محفظه الفودافون كاش. نعم. الحين لما
طبعا انا عشان مش مصري ما بقدرش افتح محفظه، فبحاول اقسم حتى ما هي سوبر ماركت ايكو شو كذا، فباخذ عليها عموله 15 جنيه على كل 1000 جنيه. هذا مقابل العمليه الارساليه، لكن لا باس بذلك. لا باس بذلك ان شاء الله. بارك الله فيك. مشكور. اي خدمه نقدر نقوم بها يا اخي الكريم؟ نعم، اي خدمه تمرنا بها. شكرا جزيلا للدعوه. الطب الله يبارك فيك. الله يسلمك. مرحبا الشيخ علي القعيدي، مرحبا واهلا وسهلا، ومرحبا بك يا شيخ حمدي خليبة، نفع الله بك يا جوهريه وحفظك الله يا محمود بن يحيى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. الله يسلمك. انا عندي طلب وعندي تسهيل. الله المستعان، تفضل. طلب، عايزك تدعي لي بالله ربنا يوفقني في حياتي. يا رب يوفقنا واياك في حياتنا والسامعين والسامعات يا رب. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. السؤال هو سؤال عالي، يعني اتى بحديث من القران والسنه وخالف الاجماع، يعني فهم من الاحاديث او الايات ديت في مخاطئ وخالف الاجماع بها او خالف الجمهور، هل هو اثم في مقال؟ نعم. عالم من العلماء مثلا يعني اتى فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او ايه من القران في مخاطئ. وخالف واستدل بالايه دي خلاف الاجماع او خلاف للجمهور. هو كان على الخطأ، يعني هل هو مخطئ؟ هل هو آثم في ذلك؟ لا والله، ربنا أعلم هل هو مجتهد مخطئ أو أنه متبع الهوى. إذا كان مجتهد مخطئ إن شاء الله مأجور. ماشي. طيب هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن يغرغر تاب الله قبل الله منه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عند وفاة عم أبو طالب قال اللي هو قل اشهد ان لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربي، فكيف نرجع بالحديثين؟ ما كان حل به مرض الموت، والحديث الاخر في سنده ضعف. لا بتاع وفاة ابو طالب؟ لا، وفاة ابو طالب صحيح، لكن الثاني ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فيه ضعف، ومعارض بالآية التي هي حتى إذا جاء أحدهم الموت ولا عفوا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وكذلك قول الله تعالى في شأن فرعون، فلما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم تكن يعني عفوا كلام الرسول لأبي طالب قبل أن يصل إلى هذه الحال. بارك الله فيك يا حمدي خريبة، وجزاك الله خيرا وأصلحنا الله وذرياتنا وذرياتك يا رب والسامعين والسامعات جميعا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بقول لحضرتك، سمحت حضرتك بتقول إن ممكن الجن يقتل إنسان. كيف وربنا ذكر إن كيده ضعيف؟ ما هو كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يمنع أن يكون في جن، لا يمنع أن يقتل الإنسان عفوا. لا أولا مسألة هل يمكن للجن أن يقتل الإنسان؟ شيء وارد، أعني أنه قد يرد، لأن الجن نقلت عرش ملكة سبأ من بلاد سبأ إلى الشام. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أن أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فكان بإمكان الجن بما خولها الله إياه أن تنقل شيئا من دولة إلى دولة أخرى. وقد أوردوا في هذا الباب أثرا لكن ما وقفت له على سند ثابت الآن، أن سعد بن عبادة لما قتل نسبوا ذلك للجن، وقال قائلهم سمعنا جنا تقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مع بعض أصحابه فتخلف عنهم لأمور
فقال الصحابة: ما الذي حدث لرسول الله؟ فباتوا بشر ليلة، منهم من يقول اغتيل، منهم من يقول استطير، أي طيرته الجن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. يا رب تكون بخير وصحة وعافية. يا رب وإياك. كان عندي سؤال لحضرتك. اتفضل اسأل. أرجو إنك أنت حضرتك تسمعني فيه للنهاية يعني. لا أستطيع أعدك. جزاك الله خير. وإياك. أنا كنت تزوجت وتزوجنا مدة سنة. وحصل مشاكل وخلافات بيني وبين زوجتي، وانتهت يعني ان هي طلبت الطلاق وحصلت خلافات ما بيننا، وطبعا ادت بينا للمحكمة يعني. اما السؤال الان يا حبيبي، ان هي كل حاجة تمت عن طريق المحكمة وطلع تم يعني عن طريق المحكمة. طب ايه المشكلة؟ ما المشكلة؟ تمام. هل من حقها ان هي تاخد المهر اللي كنت مقدمه لها والفرش كامل؟ لا، دي قضية لا نستطيع ان نبت فيها الا بعد سماع الاطراف. ما نستطيع ان نحكم في قضايا غيابيا في مثل هذه التي تترتب عليها حقوق مالية. شكرا وحفظك الله في محمد رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. عبد الرحمن. مع حضرتك محمود، طالب في 18 من عمره. تفضل. لا هنا يا عبد الرحمن بس. لا يا شيخ، أتمنى أن تستمع إلي قليلا. تفضل. خلاص، في 18 من عمرك يا محمود. كنت في جلسة من العلماء. ها؟ كنت في جلسة من العلماء، وأنا يعني ضعيف العلم، ضعيف العلوم الدينية قليلا. طيب والسؤال؟ فسمعتهم يصفون في الإله، فاستنادا على النصوص الدينية كان إلي رأي أريدك أن تستمع إليه. لا أريد أن أستمع إليه. بالله عليك، ما أنت بتجبرني على الاستماع، يعني أنت بتجبرني على الاستماع لرأيك، وأنا لا أحب الاستماع لرأيك. إيه رأيك بقى؟ تسألني بالله لازم أسمع. عندي سؤال آخر جيد في الأحاديث، لكن أتمنى أن مثلاً خير تكون أشعاري وتضيع علينا وقتنا. الله يحفظك، احنا مش فاضيين لكذا. والله العظيم إني من التربية والتعليم، وأبي يرى في الأزهر فسادا ولا يريد أن يعلمني. طيب ما سؤالك؟ تفضل. إيه سؤالك؟ الله يحفظك. سؤالي هو، سوف أتكلم بالفصحى إن سمحت. تفضل. أليس من الممكن أن يكون الله سبحانه وتعالى، بما أنه غير مقيد بزمان، أن يكون الله سبحانه وتعالى يستوي على العرش وقتما شاء؟ لأنه في كتابه قال: الرحمن على العرش استوى. واستوى هنا فعل. استمعت لك بعض حديثك. نعم. الحمد لله قطعت من عند الله. من عندي. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كنا عايزين نسأل حضرتك عن دلوقتي في حاجة اسمها ان انا اعمل ان انا ادفع فلوس لشخص علشان يعمل لي عمرة. ده برنامج دلوقتي ان انا ادفع لشخص فلوس فيعمل لي عمرة عن والدي او عن والدتي المتوفية. هل يجوز ذلك؟ 4000 او 5000 او كده يعني. انت توكل شخصا يفعل لك عمرة بالفلوس؟ هو حاليا بقى برنامج موجود حاليا ان انا ادفع لشخص فلوس 4000 لو هي مستعجلة. معروف لديك؟ نعم. معروف هذا الشخص لديك؟ لا ليس معروف لدي. هو ممكن تكون شركة نصب. لا نعلم يعني. طب خلاص، ولما ترمي اموالك؟ هل انت تسلم فلوسك لواحد تقي تقي يخاف الله، تعرفه وتعرف امانته، يعتمر عنك ويعتمر عن والدك، لكن برنامج يسحب فلوس الناس والله اعلم ماذا يصنع؟ لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، اخبارك شيخ مصطفى؟ تفضل. في عندي سؤال شيخ مصطفى، دلوقتي في تطبيق اسمه تطبيق عمره البدل. ما هو يسال عنها صاحبك. نعم صاحبك
ربك الذي أغلقنا عليه يسأل عنها الآن، لا تشترك فيه، ابحث عن شخص دين أنت تثق فيه وفي أمانته يعتمر عنك إن كنت تريد أن يعتمر عنك شخصه. أما اتخاذ الأمر سبيلا للتجارة هكذا والكذب والغش، واحد يعتمر عن 10 مرة واحدة كلها لا ندري عنها شيئا، ابتعد. حكم قوله أن تنادي المرأة زوجها يا سيدي لقوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، هذا الإصطلاح، هل نساء رسول الله كن ينادين لرسول الله يا سيدي؟ وإن جازت لكن ما انتشرت في أوساط الصحابيات مع أزواجهن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ هذا؟ الحمد لله. معلش استفسار يا شيخ الله يبارك. الدكتور دائق قالت لسيدي ما اضطرد هذا، بارك الله، تفضل. يا شيخ ده بالنسبة لفيزة المشتريات، جي بنك النهاردة للشركة عندنا وقالها نعمل لكم فيزة مشتريات، قلت طيب في فوائد؟ لا، قال هي المصاريف الإدارية اللي تدفعها كل سنة بس. قلت طب وفي غرابة تأخير؟ قال في غرابة تأخير. فأنا لو افترضت إن أنا غرابة التأخير دي مش هتأخر على يعني هدفع القسط في ميعاده. سنعتبر ذلك شرطا معطلا ما دمنا سندفع القسط في موعده، ولا نعرض أنفسنا للخطر للربا. تمام يا شيخ. يعني 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 من الأمور المشتبهات ولا يجوز يعني مثلا أعملها؟ أنا أحتاج لها يعني. لا بأس بها. تمام يا شيخ. تمام يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله طيب. الله يديك الصحة ويغفر لك ويرضى عنك يا رب. يا رب. ما إني أسألك أن يجمع بيننا في الفردوس الأعلى. اللهم أمين، والسامعين والسامعات جميعا يا رب. في واحد أخذ من واحد خاتم يا شيخنا. تمام، عشان يفك زنقة، يعني هو كان نسيب ودخل في زنقة، فقال له خد الخاتم دوت، هو لو ما رجحتوش بعد 3 شهور، يعني ما رجحتش قيمته مال بعد 3 شهور بعد ما فصلوه، تلكحوا لي ذهب تاني. هو استلم منه ذهب او استلم منه مال؟ استلم منه ذهب، قال له روح وزن، راح وزنه قال له ده 5 جرام، قال له 5 جرام يعملوا كام النهارده؟ لا ما في يعملوا كام النهارده، 5 جرام يردهم 5 جرام. بارك الله فيك يا امير الزيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ طيب ولله الحمد. الله يبارك فيك. شيخنا ورقه بن نوفل هل اسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هو كان على دين عيسى صلى الله عليه وسلم، وقد قال لان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ما عرض عليه النبي الإسلام ورفض. يعني صدقه صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا كنت مع حضرتك يا شيخ من شوية، بس كنت عايز سؤال تاني. معلش حديث النفس يا شيخ والوساوس داخل النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حتى لو كان خبير يا شيخ، يعني حديث نفس خبير. وعجبتك، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. تمام يا شيخنا. رجاء رجاء يا شيخ، رجاء. ألو تفضل. رجاء يا شيخ معلش، بعد موضوع كورونا والناس في المساجد أصبحت يعني لا تبالي بضبط الصفوف، والإنسان يقف بعيد عن التاني، الأمور في طريقها، يقف مزاجه. ورجاء يا شيخ يا حبيبي المسبر علينا، مش لا تعمم المساجد في طريقها إلى الصلاح والحمد لله.
نعم بالله يعني انا ننبي ان شاء الله سد الخلل ان شاء الله. حاضر يا الله اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا اخي الكريم. ما اقول لك يا شيخ كان في واحد واخد فلوس. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا في زوجة كانت زوجها كان ظالمها كتير قوي طول حياتها وهي طلبت منه الطلاق وهو لقى حل علشان عنده بنت عايز تتجوز قال لها أنا ممكن أكتب لك ورقة إني أنا متبرئ من كل حقوق الزوجية وانك تعيشي في غرفه في البيت معززه مكرمه مع اولادك وانا ماليش ان انا اطلب منها من الشخص من الزوجه دي اي حق شرعي وكانت هي وهو لوحدهم وقال لها انا اشهد الله على ذلك ولو متي خدي الورقه دي في قبرك ولو ربنا سالك قولي له ان هو قال لي كده لربنا. طب يا شيخ هو السؤال دلوقتي لو هي لو هو بيقول لها بعد فتره هي كانت تريد ان تطلق هي كانت تريد ان تطلق هي كانت تريد تطلق وهو قال لها الحل ده وكتب لها ورقه بالحل ده وبعد وبعد ذلك هو عايز بعد فتره بعد شهر ولا حاجه عايز يقول انا رجعت في الكلام ده وهو كان مشاهد ربنا عليه يا ترى محمد ربي ايه بقى خلاص تطلق يعني هو كده ينفع ان هو يرجع الفرقه دي ولا هي تستمر كده لا ما هو اذا رجع هتطلق هي تطلب الطلاق يعني لو رجع يبقى هي هو ليه حق عليها لا ما هو لو رجع عن كلامه حينئذ لها ان ترجع عن كلامها ايضا وتطلب الخلع والطلاق ولك بمثل افضل شيخان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. كيف حالك يا غالي؟ الحمد لله. نحن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما كيفية صلاة القصر وما صحة حديث لا تخافن من ذي سلطان اللي هو الحديث القدسي؟ واحدة واحدة، أما حديث لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول فلا يثبت. وإن كان المعنى صحيحا. نعم. أما الآخر ما السؤال الآخر؟ اللي هو كيفية صلاة القصر. كيفية صلاة القصر؟ الرباعية تصلى ركعتين. الظهر ركعتين؟ قلت لك الرباعية سواء ظهر أو عصر أو عشاء. نعم. هل يجوز المرأة المتزوجة السفر والبيات برا البيت برضا زوجها السفر والبيات برا البيت يعني السفر يحتاج إلى محرم وخارج البيت هذا ينظر يعني في فساد ولا بالضبط السؤال المجمل السلام عليكم عليكم السلام بحبك يا شيخ طيب ولله الحمد شوف بقول لحضرتك انا بحلم يعني امبارح حلمت ان زي كان في واحده شبه شيطانه او هي بني ادم عاديه بس كانها تحولت لشيطانه يعني وكانها بتكلمني وبتقول لي انا بحاول بقالي 3 شهور اذيكي او حاجه زي كده لا تعوذي بالله ارقي نفسك عند النوم بالمعوذتين اسمعي الكلام ارقي نفسك بالمعوذتين رزين ما استطيع ان اتكلم قاطعوننا السلام عليكم السلام عليكم مصطفى الحمد لله بخير في شركة ظهرت مؤخرا في السعودية عبارة عن ان انت بدفع لها مقابل مادي في مقابل ان هي تعمل لي عمرة لا لا تفعل لا تشترك فيها تماما اي الله يكرمك بيع القطط جائز وحديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور ضعيف السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك شكرا الحمد لله كل عام وحضرتك طيب وانت بألف صحة وألف سلامة معلش عندي استفسار لحضرتك أنا عايش في دولة أوروبية طيب حضرتك أنا سمعت في هذه الفتوى إن العيشة هنا طالما عرفت تصلي وتعمل فرائضك مش حرام أيوة الكلام ده صحيح الكلام ده إن شاء الله إذا كنت تأمن على دينك
ودين أولادك، لكن إذا كنت لا تأمن على دينك ولا دين أولادك ارجع بلدك. وبعدين أنت مش عارف إنك الآن أنت في الدول الكافرة، في فرنسا، أنت مش عارف إن هؤلاء القوم المجرمون يجبرون الناس على إقرار فعل قوم لوط. ما هو الموضوع ده زاد دلوقتي بقى واضح جدا، فاحنا كنا بنتناقش انا ومجموعه قاعدين مع بعض في الموضوع ده، ان انت طول ما انت ماشي في الشوارع دلوقتي الموضوع تغير عن زمان، الموضوع بقى صعب جدا. يعني ازاي يعني؟ يعني طول ما انت ماشي شايف مناظر مش كويسه. عايز بالله. وما تعرفش، ما فيش حاجه اسمها غض البصر، اصل انت وانت ماشي في طريق، ماشي في عربيه، راكب مترو، الموضوع بقى منتشر كتير جدا. طب واللي مجلسك عندك؟ هو يعني عرضا من يعني تبتغي عرضا من اراضي الحياه الدنيا او ماذا بالضبط؟ ما اكيد عشان الاكل عشنا، انا قاعد مقيم لوحدي، بنزل كل 4 شهور وخلاص. ربنا يحفظك ويسلمك وترجع بلدك، بلاد المسلمين، تشهد الجنائز، تصلي الجمعه والجماعات مع المسلمين، تنصح الناس، تدعو الى الله، تأمر معروف تنهى المنكر، تفوزت قوم عياذا بالله من أراضي الأقوام. بئست هذه الدولة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني معلش اسال حضرتك على حاجه، لو انا اشتريت فيلا او شاليه في الساحل الشمالي واجرتهم، بهدف ان انا اجرهم، لا باس، لكن احرص على ان تؤجره لاقوام من الصالحين. طب انا ما اقدرش ان انا يعني اتحكم في حاجه زي كده، يعني هو في شركه تاخدها مني تقول لي احنا هنأجرها لك والمقابل كذا في خلال الشهر ده او ال3 شهور دول. والله يعني لو ما كان معرفش مين اللي بيجي أصلاً. لو انا مكانك ساستثمر في مكان اخر اذا كان استثمار، لكن اذا كنت ابتليت اجتهد انك تختار الناس الطيبين، ان عززت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اشكر حضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين يا فضيله الشيخ. اتفضلي. السؤال الاول، في على النت شركات اسمها سقيا الماء، صدقات جاريه يعني. ايوه اللي بيطلعوا الفضائيات دول ما نعرفهم جايين منين ولا رايحين فين. طيب السؤال، لو يعني احنا لقينا اشخاص عملوا فعملنا فعلهم ودفعنا المال بالفعل عن ميت، هل المال اللي تم تجميعه وارساله ده ثوابه يصل للميت سواء هم طلعوا نصابين او لا؟ لا ولا نخرج غيره؟ لا لا ان شاء الله سوف يصل للميت باذن الله، بس انا اقصد يعني تصدقت عن ميت لكم، ان شاء الله الصدقه تجزئ، لكن انا اقصد التحري بعد ذلك، تتحرى من هذه الجمعيات لان ما ندري عنها شيئا. جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. حديث ان الله جميل يحب الجمال صحيح، لكن الله نظيف يحب النظافه ليس بحديث عن رسول الله، اكذوب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وأهلا بك. تفضل. سؤال بس بعد إذنك. تفضل. أنا من دمياط وبشتغل في المعرض وكده، بأثر في الناس يعني. أيه. شغال خدمة استعفاف في المعرض يعني. بس بأثر خلال شركات يعني خلال شركات معروفة أنا متعاقد معاها بعقد بيني وبينها، ان انا مثلا لو عميل مثلا عايز يقصص معايا في المعرض بيجيب لي البطاقه بتاعته والمواد بتاعتها للشركه المسؤوله معايا او المتعاقده معايا. تمام كده؟ لا مش تمام، مش مفهوم. يعني انت ايه بتشتغل ايه انت؟ مش ماذا ما عملك؟ انا دلوقتي تاجر موبيليا. تاجر موبيليا، وبعدين؟ حد من الزباين او العملاء عايزين يقصص مني، يعني عايزين يقصص شغل عفش او كده، غرفه نوم بالتقسيط مثلا، عارف غرفه نوم بالتقسيط، بس عايز يدفع ايه كل شهر حاجه بسيطه. طيب بس طبعا كمعرض انا ما اقدرش اتحمل يعني المبلغ ده او التمويل ده، فبذهب لشركه التمويل اللي انا ايه ممكن تشيل عن التمويل دوت وتدفعه، يعني بتشتري مني المنتج للعميل والعميل بيقسط مع الشركه. هذا ربا، انت تساعد على الاثم والعدوان. لا انا بسال. حرام يا
يعني هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، حرام. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدوي؟ نعم مصطفى العدوي، تفضل. الحمد لله. شيخنا حضرتك قد لك 50 سنة في الدعوة، ممكن تقول لي فين ردودك على إخوان جماعة الإخوان المسلمين؟ نعم. فين ردودك على جماعة الإخوان المسلمين؟ فين ردودي؟ ردودي على كل الجماعات. أنصح ثم أنصح ثم أنصح كل إخواني المسلمين ألا يشتركوا في أي جماعة من الجماعات. أنت مسلم تؤاخي جميع المسلمين، وهذا إذا لم تكن تفهمه الآن راجع شريطنا من 50 سنة. كما أنت تقول تجد نفس الخط، الحمد لله. لا نحبذ أبدا ولا ندعو إلى جماعة أبدا، إنما نقول ليل نهار المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. تسموا بما سماكم الله به، وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وآخي جميع المسلمين، لا أقتصر على حزب ولا جماعة ولا أدعو إلا إلى الإسلام ليل نهار، لكن كذابون يفترون علينا الكذب مع تبرئتنا، مع دعواتنا ليل نهار أننا نرفض الجماعات، لكن في كذابون الله ينتقم منهم وأنت تسمع، ويخذلهم اللي يفتروا علينا الكذب. معذرة يا أخو، لأن في كذابون كثيرون نقول ليل نهار كده، وما زال يقول لك حزبي. الله ينتقم منهم المفترون الكذابون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك؟ طيب الحمد لله. معلش يا شيخ، بس يعني في فتاوى كتير بتظهر يا شيخ للعيال لسه طالعين، عيالنا احنا مش عارفين دماغهم، كلهم دماغهم هتتشتت. الشيخ يطلع يقول ان 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 البنت تبوح عادي، ان هي بتحب شخص معين. اختي الكريمه لا تشوش علينا، ما سؤالك؟ ما تطعنيش في المشايخ، لا تطعني في المشايخ. وانت من انت؟ انت اسالي سؤالك بادب واحترام. قال يا شيخ لا تظهري تضاربات بين المشايخ. بصرف النظر عن الشيوخ، بتطالع فتاوى بتقول ان البنت مباح ان هي تقول للشاب ان هي مثلا معجبه بيه، ان هي بتحبه. هذه فتنه وفساد. انت قالت كده للرسول. هذه فتنه وفساد، والله لا يحب الفساد. اسهل شيء عند هذه الجماعه، عند سبحان الله، اصبحت الان لا تنتظم مع جماعه يهاجمك اصحاب الجماعه ويفترون عليك الكذب. لا تنتظم مع جماعة أصحاب الجماعة يفترون عليك الكذب، عياذا بالله. تسكت من كل النواحي، تجي لك الاتهامات. واحد مثل المتصل هذا، المتصل الله أعلم به، يجازيه الله بنواياه. هذا المتصل، من أين ردودك على الإخوان؟ أنت كنت ولي أمري ولي، مش فاهم يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول زوجي قال إذا جبت سيرتي مع أحد من أصدقائك تكوني طالق، بعد فترة نسيت الموضوع، حصل مشكلة بيني وبينه بالفعل، حكيت لصديقاتي وجبت سيرته والأذى اللي سببه لي، ولم أخبره بقوة اليمين، ولأن خايفة. أخبريه إن جبت سيرتك مطلقا، وإذا سأل نقول له كفر عن يمينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخنا الفاضل. اتفضل حضرتك شيخ. اتفضل الله يحفظك. شفت النهارده كنا بنصلي المغرب، وفي الاستراحه في الركعه الثانيه، في الاستراحه بتاعت الصلاه، الامام طول شويه في الاستراحه في الصلاه. يعني بس تذكر تاني فراح نكمل الصلاه، وما كانش فيه اي اخطاء الا هو ظنها تشهد، ولا هو طول فقط.
وطول وبعد كده ما اكمل الصلاه عادي ما صلناش اللي هو شهر. حد قال له صلي واكمل الصلاه عادي وقال لي انا ما كنتش عندي سهو يعني انا طولت في الدعاء. وجلسه الاستراحه ليس فيها دعاء. فهو وذكر كده فكان في اخ قال له انت كنت صليت سهو فهل هو ما صلاش؟ لا هو لا على حسب نيته هو على حسب نيته اذا اطال في جلسه الاستراحه اطال في جلسه الاستراحه تمام لكن هو نيته انها جلسه الاستراحه فلا سهو عليه. بارك الله فيك ولك بمثل يا اخت سلوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك قلت الشيخ؟ الحمد لله رب وياك. لو سمعت قلت الشيخ كنت هسال حضرتك معلش ثلاث اسئله. الاول بعض الشركات اللي نازله دلوقتي بشركات زي شركه يعني بعض الشركات مش هقول اسامي شركات بتبدا تعمل تمولك او تدي لك فلوس بتكون موجوده على الموبايل وبتتعامل مع الشركات عفوا مع بعض المحلات تقول ان انت تعالى اشتري من عندي وانا هعمل لك يعني خصومات او اي حاجه بس بتكون الفلوس معايا على الموبايل. انا بقول لك الصوره الصحيحه بتكون معايا الفلوس على الموبايل وبرجع اقصد الحاجه بيكتب هو وانا بشتري الحاجه يقول لي مصاريف الشراء مثلا ولتكن جزء من البنيات وبقيه المبلغ لو عشرة. انا طولت علي لخبطتني انت الان. تمام قاعد بتركيز يعني قاعد بتركيز. طيب حاضر. هي الشركه الفلوس بتكون على معايا هي الشركه دي الفلوس دي بتقول لي الفلوس دي معاك شركه ايه؟ لا لا فهمني فهمني الان يعني في بائع وفي مشتري. في بائع وفي مشتري. الشركه دي شركه تمويل اموال؟ شركه تمويل اموال هذا ربا بتدخل بتتدخل كوسيط تمول نيابه عن المشتري وتاخذ الفلوس مع الفائده الربويه. لا سواء طيب. اصبر طيب. اصبر سواء تأخذ الفلوس من البائع أو من المشتري. لما عرفوا أن أخذ الفلوس من المشتري ربا قال لك خلاص نأخذها من البائع فيسلمون للبائع الفلوس والمشتري ويقسمون نسبتهم. افرض السلعة بألف المشتري سيشتريها بألف لا زيادة وهم يدفعوا للبائع وبدل الألف 900. تمام هي كده الان ماذا المحدث السلع مكتوبه نفس الاسعار. ايوه دي السلع هذه الموضه الجديده اللي طالعه الان دي حقيقه ممكن بقول لك ايوه هي اللي طالعه الان كده الشركات الكبرى التي تمام. تبيع مثلا هذه الكاس ايوه ب 10 جنيه لو واحد معاه فلوس سيبني بتكلم ورقيه يا اخي سيبني بتكلم انا عارفها انا بشرحها لك لك ولغيرك. تمام هذه شركة كبيرة تبيع عموم المنتجات تبيع قدور تبيع ملابس تبيع أي شيء. تمام تقول هذه السلعة بعشرة جنيهات. ماشي اتقطع كده ماشي. السلام عليكم. وعليكم ازيك حضرتك يا مصطفى؟ الحمد لله. قول لحضرتك في ناس بتتصل معلش يعني انا اسف بتسال اسئله ما لهاش اي معنى وبيضيعوا وقت والله يا شيخ صحيح صدقت. وكمان في حاجه ما واحد استفزني جدا بيقول لك انت بقالك 50 سنه في البدايه يعني لا عنده ادب الحوار مع الشيخ. لا دوم في فئه طالعه جديده كده تشتم في العلماء اما ان تنزل على رايهم وتسب الخلق او بك وبك وهم والله يا اخي منهم ناس والله منهم ناس اتونا وهم يعني مش عارف اقول لك باللفظ العام صيع وتعلموا دينهم ويعني ربنا علمهم دينهم على ايدين وبعد ذلك اصبحوا يرون نفسهم علماء وهم لا يفقهون الا قليلا ويسب في العالم جميعا وما يرى الا نفسه فقط. فموجودين فئات كده كتير فئات كثير جدا بهذه الطريقه. يعني معلش رجاء للناس احنا بنقعد ننتظر الساعه دي بنستفتي في ديننا فمش عايز والله يا اخي الكريم اتمنى وان شاء الله كده لكن المشكله ان لا اعرفهم من الاول وهله. احيانا نعرفهم من التقييم لكن احيانا يعني ما تتوقع يعني مقدر هو مقدر ان شاء الله لك ما تدعو اليه ان شاء الله. شكرا
بإذن الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. شوف مصطفى، كنت عايز من حضرتك نصيحة بس كده عن أولادي. ما شأن أولادك؟ والله شيخنا أنا بس بموضوع التعليم، إن أنا أبعثهم للمدارس وكده، يعني كنت بفكر إن هم يتعلموا العلم الشرعي زي ما اتعلم الإمام أحمد والبخاري وكده بالطريقة اللي هي الشرعية، يتعلموا كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش يجيبوا جيبهم بأي حاجة غير بالحاجتين دول بس، وأعلمهم صنعة تانية جنب كده بحيث إن هم يقدروا يقتطوا بيها يعني ويعيشوا بيها في حياتهم، ويبقى طالعين بيتعلموا دينهم وبيتعلموا الصنعة دي يتقنوها بحيث إن هم يعرفوا يصرفوا بيها على نفسهم وخلاص. فهل حضرتك رأيك إيه في كده؟ إنك الأولاد كم أعمارهم الآن؟ والله أنا الحمد لله لسه أولادي يعني واحد عنده سنتين واحد عنده ست. لا أنت بتسأل سؤال سابق لأوان، لما يكبر شوية هتعرف أنت الدنيا ماشية إزاي. لا السؤال سابق لأوانه، الله يحفظك. لا أنا عايز رأي حضرتك يعني العموم. هو طبعا كنا نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا أفضل العلوم، لكن ما يمنعنا أن نأخذ من دنيانا ما يساعدنا على أمر ديننا وما يساعدنا على معرفة أمور الدنيا كيف تسير. يعني إذا كنت قويا في دينك ودنياك أحسن ما تكون جاهل بأمور الدنيا. مرحبا يا فضل الشيخ إيهاب، حفظك الله وحفظك الله يا أبو ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس يا شيخ أنا مخطوبة. نعم. أنا مخطوبة حاليا ومكتوب كتابي ومفروض أن فرحي بعد شهر. إن شاء الله. فإحنا كنا قل إن شاء الله. إن شاء الله. ها. فإحنا كنا متفقين أن الفرح هيكون إسلامي بدون اختلاط، يعني ممكن في الجامعة وخلاص على كده اللي مرضت الله يعني. لكن دلوقتي الكلام اتغير من ناحيته هو يعني، وانه لا الفرح هيبقى عادي وموسيقى ومفيش واختلاط عادي، وانه اول فرحه اهله والكلام ده. هو مصلي هذا الولد؟ مصلي. طب ايه اللي جرى له يعني؟ هو عايز يفك الزواج وخلاص ولا ايه يعني بالضبط؟ هو ما كانش كده ومصمم جدا جدا يعني، وفي مشاكل. لا هو يتعلل، خلي ممكن يتعلل انه يفض الزيجه بمثل هذا. يعني هل هو مرضي انك تخرجي امام الناس كشفة الوجه والناس كلهم يرون تكوني منتقبة وبزيك الشرع وكل حاجة، ولكن عشان اهلي وكده. فانا حاليا بقول يعني أنا عفوا بس صبرا اي شيخ، ما الذي يريده؟ هو يريد الان ماذا؟ يريد انك تخرجي للناس كل الناس يرونك؟ هو بيقولي انت منتقبة فالموضوع. ايوه يعني تخرجي بنقابك وكل الناس يرونك وزملائه كده. بالنسبة للموضوع الوقت عادي، مع ان الكلام الاول ما كانش كده. ويجيب مزيكا ويجيب كل شيء يعني، ولا ايه؟ موسيقى ومعازف واغاني. ايوه موسيقى واغاني واختلاط والكلام ده كله، وانا كنت منع الكلام ده من الاول. لا توافقي على هذا. ايه يا شيخ؟ لا توافقي على هذا. ايوه انا برضه بقول كده، ولكن كل اللي حواليا مش مستاهله. لا تسمعي كلام اللي حواليك. الحمد لله وضع خير مننا، فانا مش عارف. لا 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 تسمعي كلامهم، اثبتي على دينك وابداي حياتك الزوجيه بمرضاة الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بقول لك يا شيخ، كان في واحد واخد فلوس من تسهيل، طبعا بالنسبه وكده ربا. نعم. واحد واخد فلوس من مكتب بالنسبه بتاعتها يعني ال 1000 على 1300 في السنه. طيب ما ده ربا واضح. تمام ماشي، انا معاك ان انا بقى شرط بقى صاحبه، تمام، ممكن يجي مثلا معاه في القسط مش معاه الفلوس ديت يدفعها القسط بتاعه، هي تسلف مننا. يعني شخص اقترض بالربا وجاءك يستعين بك على سداد الربا، صح كده؟ عشان يدفع القسط بتاعه. لا انا لا اساعده. لا ما ساعدوش. انا لا ما ساعدوش حتى لا يتدرب على هذا، وهذا الربا صريح. يذهب لشركة تقول له خذ 1000 ردهم على سنة 1600 جنيه. أيوة. ويجي يطلبني إن أنا أساعده في سداد سداد الأقساط. في ميعاد القسط بتاعه. لا تساعده، أنصحك لا تساعده. تمام، في نقطة تانية. إيه. بالنسبة للأسطوانة اللي بتنصب بعد العزاء بيوم أو باثنين أو بأسبوع، ما حكمه؟
والله ما التعزية، التعزية مشروعة بالإجماع، يعني لا يختلف العلماء في أن التعزية مشروعة أو مستحبة. ماشي. التعزية دي على المتيسر للناس، على عهد رسول الله كان ممكن الرسول يذهب لناس في بيوتهم يعزيهم، كما ذهب إلى أسماء بنت عميس لما قتل جعفر. ممكن التعزية تكون عند قبر اتق الله واصبري، ممكن التعزية تكون في طريق، تتعدد صورها وأنواعها. لكن في ناس يا أخي صبران يا أخي اصبر علي اصبر. في حديث استدل به بعض المتأخرين على المنع التام، وهو حديث كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام لأهل الميت من النياح. هذا الحديث بنى عليه بعضهم أن هذه السرادقات حرام وشدد، إلا أن هذا الحديث ضعيف، عله العلماء الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود وغيرهم. وإن شئت بينت لك سبب الإعلال، فالحديث ضعيف، فمن ثم يجوز تجوز التعزية ولو اجتمع الناس. أنت مات لك ميت وجاءك الناس يعزونك، التعزية مشروعة، لكن ماذا ستصنع؟ إذا جبت كراسي وضعتها أمام البيت جائز ولا غير جائز؟ جائز ماشي، لكن المقصود اسمح لي يا حبيبي جاوبنا على قدر سؤالي. أنت مات أبوك ولك أصحاب من كل من بلاد شتى، أتوا يعزونك من هذه البلاد، فأنت قلت ماذا أصنع؟ بيتي لا يكفي، وضعت كراسي أمام البيت، حرام ولا حلال؟ تعزيم أخو أخذ بالعدد بتاعه. صبرا يا أخي، وضعت كراسي أمام البيت حرام ولا حلال؟ لا حلال. حلال. طيب أنت وضعت الكراسي أمام البيت والدنيا حر، عملت حاجة تظلهم، حرام ولا حلال؟ حلال. ليه وجدتهم في لغو، لغو قيل وقال، جبت مسجل في القرآن يذكرهم بالقرآن، حلال ولا حرام؟ المسجل اللي نعرفه قال لك حلال، لكن المقرأ يعني المسجل حلال، واللي بيتكلم واللي بيقرأ بيقول حرام. المقرأ كان في خلاف. أنا ماشي يعني. طيب ما احنا نشوف الأدلة، الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، ما تعقدش المسائل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. وفيك يا الحبيب. معلش عندي ثلاث أسئلة بعدين. اتفضل يا حبيب. حاليا ظهر داعية لا نزكيها على الله، ولكن بيدعو لتنزيل تطبيق، التطبيق ده من عليه ممكن نتواصل مع حد ان هو يعمل عمرة؟ لا تشترك فيها، لا تدري عن هؤلاء الأشخاص، وممكن تكون هذه شركات نصب جديدة، شركات نصب جديدة، أنت دفعت الفلوس لشخص يعتمر عنك، لا تعرف الشخص. مظبوط. لا تشتغل تجارة الآن، ممكن يأخذ من 20 شخص ولا يعتمر عنه. تمام. نفس الشيء في الحج، أحيانا الناس في الحج توكل واحد يذبح ذبائح ولا يعرفون، يجمع أموال من هذا ومن ذاك ومن هذا ولا يذبح لأي واحد فيهم. تمام. يذبح ذبيحة الواحد ووزع صورتها لكل الناس. أنصحك لا تدخلوا في هذه المسائل، دخل هي تجارية مش لوجه الله، هذه العملية ده واخد أيا كان اسم الشخص، واخد هذا للاقتيات هو منه، ياخد عمولة على كل واحد معتمر، ياخد له 500 ريال ولا 1000 ريال من كل واحد، ويجيب واحد يعتمر أو ما يجيب شيء، ما الله الرقيب عليه، لا نريد أن ينتشر مثل هذا يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك رب العالمين ويطيب قلبك ويجبر صدرك، اللهم امين. ولك بمثل. الله يحفظك. لو سمعت يا شيخنا دلوقتي، ايام زمان كان في حاجة اسمها وضع يد على اراضي معينة. ايوه. حد واحد حط ايده على ارض معينة. ارض اوقاف ولا لا؟ وضح السؤال لا تكتم. يعني ايه اوقاف؟ يعني واحد تبرع بالأرض هذه لوزارة الأوقاف. لا 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 لا. هي أرض من؟ أرض حكومة ولا أرض إيه بالضبط؟ زي بيقولوا مثلا كانوا أصحاب عزب وبتاع وكده يعني.
لا ما في ناس واقفة الأرض أوقاف، أصحاب العزب منهم ناس كانوا طيبين أيضا وأوقفوا الأرض لله. لا هي ما لهاش علاقة ده بالألقاء، ما لهاش علاقة بالأوقاف خالص يعني. طيب أنت جئت الآن وضعت يدك على أرض ليست لك. ما لو سمحت شيخنا يعني هي لو أوقف أصلا حرام طبعا صح؟ يعني أنا أوقفت أرضي لله، تيجي أنت تخذها وتقطع فيها وتأجر فيها وتبيع وتشتري فيها على أي أساس؟ طبعا على أي أساس يعني واحد واقف في أقل فدان أرض لوزارة الأوقاف، الوزارة تعمل عليها أي شيء خيري لله، جي واحد وضع يده عليها وبدأ يقطع فيها ويبيع ويؤجر فيها للناس. نعم حرام 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 طبعا طبعا. هي بقى لو مش أوقاف، بل لو مش أوقاف وأرض ما تعرفش صاحبها، على أي أساس تأخذها أنت؟ ما حدش ياخذها طبعا. طبعا ما حدش ياخذها. طب لو خدها أصلا ودلوقتي إيه بقى؟ يعني الراجل خدها وأصحاب الأرض عشان ياخدوها منه، اللي هو أصحاب العزب ومش ذلك الأولاد عشان ياخدوها من الراجل ده، قالوا له هنديك فلوس عشان تسيبي الأرض. طيب المشكلة دلوقتي ما مش في تمن الأرض، المشكلة دلوقتي في أولاد الرجل ده. هل مال الأرض دي لما يسيبها ولاد الحرامي؟ أيوة ولاد الحرام. ايه؟ لما ياخدوا الفلوس هيقسموها ولا يعملوا بقى ايه؟ انت بتسألني اللصوص يقسموا الفلوس ولا ما يقسموهاش؟ ما دي مصيبة كبرى للأسف يعني. انا على فكرة انا مصدوم من الامر، لكن انا اضطررت ان انا اسأل حضرتك فيها. لا قلت لهم حرامية زي ابوكم. ايه؟ قلت لهم انت حرامية زي ابوكم. نعم يعني اصلا دي فلوس حرام. طبعا. نعم نعم. انت عارفين صاحب الارض. انتم الان يعني المفروض اصلا يرجعوها لصاحب الارض. طيب اذا انت تعرف صاحب الارض، تيجي تضع يدك على ارضي وتساومني عليها وتاخذ الفلوس ويجي الورثه بعد هلاك الحرام الكبير يدخل كيف يقسمونها؟ هذا المصيبه اللي بقول لك ده عرف. السلام عليكم. عرف اللصوص لا يتبع. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله طيب دايما يا رب. معلش انا عندي سؤالين بعد اذنك. اتفضلي يا اختي. اللي انا دايما ولما باجي اتوضى بنسى ان انا امسح على 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 راسي. لا مشكله ده. مشكله كبيره. وضوئك باطل. يبقى الوضوء باطل اعيده من اول وجديد ولا ينفع بعد ما اتوضى امسح كده وخلاص على على راسي؟ امسح واغسل رجليك عشان نلزم الترتيب. طيب وفي كمان لما باجي اصلي، لما باجي اصلي بقى بنسى التشهد في النص دايما، اعمل ايه بقى؟ اسجدي للسهو بعد ما تخلصي. اعمل ايه حضرتك؟ بعد ما تخلصي الصلاه اسجدي للسهو. بقى يعني اسجد ازاي يعني بعد ما اخلص الصلاه؟ تسجدي سجدتين، الله اكبر سبحان ربي الاعلى، سجدتين. سجدتين بصلاه ولا سجدتين كده يعني لوحدهم؟ لا ما بعد، اما قبل التسليم او بعد التسليم. يعني ينفع وانا قبل ما اسلم؟ ينفع. طيب ربنا يكرمك يا رب. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب ولله الحمد. الحمد لله. عندي سؤال بعد ما حضرتك، وهو قوله تعالى من قبل ان ياتي ايام لا بيع فيه ولا خلال. ايوه. ما الفائده التي ستعود على العباد يوم القيامه من البيع والخله حتى يمنعهم الله عز وجل عنه؟ بقول لك هو لا بيع فيه ولا خلال. ايه المشكله؟ مش فاهم السؤال. لا يعني انا كنت مثلا العبد هيستفيد ايه من البيع يوم القيامه ومن الخله حتى يمنعهم الله؟ لا الخله يستفيد منها الشفاعه. تمام. والبيع؟ والبيع قد يقول ابيع حسنات واشتري سيئات، او ابيع حسنه بكذا حسنه، او ابيع سيئه بكذا حسنه. جزاكم الله خيرا. حياك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا. حياك حبيبي. هو انا كنت عايز اوضح نقطه معينه. لو الشخص اللي هو اتصل من شويه واتكلم عن اللي هو يعني انا لحضرتك لماذا لا ترد على أيوة كذا، هذا هو نفس
الشخص اللي اتكلم من كام يوم وسأل حضرتك قال لك ايه، وحضرتك قلت له بيسبوا العلماء، فقال لك هم مين العلماء؟ ايوه قلنا يعني من الـ من الـ من الاخ عبد الرحمن ان هو يعني ايه ينتبه لهذا، فاول لما يعني يحفظ صوته او كده فيعمل له ان شاء الله يعني يقفل الخط، لان هو ده الواحد جاي دلوقتي يشوش على البث. لا ان شاء الله باذن الله كيده في نحره باذن الله. ده الله غير يعني انا منتظر مثلا يقول ايه لماذا لم ترد على العلمانيين على لا لا أو صدقت صدقت لا ايه وهم يدعون اهل يعني تمسك في فئه معينه. اي ليه ما تحاربش الشرك؟ ليه مثلا ما تتكلمش عن الحكم بما انزل الله؟ ليه ما تتكلمش عن النصارى؟ ليه ما تحاربش؟ لا ولا اتكلم عن هذا ولا يعني لم يكن حضرتك نصارى ولا شيعة ولا غيره، فيعني جزاك الله خيرا ويعني انتبه بس وربنا يحفظك من كل شر و جزاك الله خيرا. الله مني احبك الله. احبك الله. الاخوه الحمد لله الناس بدات تفهم الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. من فضلك يا شيخ الله يكرمك. دلوقتي زكاة المال انا بدي مثلا العمال اللي هم بيشتغلوا يوميا. عادي صح؟ ودي مثلا واحدة تمسح السلم صح ولا في حاجة معينة الواحد يعملها؟ زكاة المال؟ اه يعني ما انت عارف زكاة المال انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في اخ يعني هو اخويا بس هو متولى مثلا ايه مواضيع الناس اليتامى والارامل وبياخد مني جزء من زكاة المال بيجيب لهم ادوات المدرسية والحاجات اللي محتاجينها يعني. يعني هو المسؤول هو ولي الايتام؟ اه بديني بس في ناس ثانية اللي انا عارفاهم هم العمال اللي هي باليوم ده كانوا بيعملوا لي شغل وكده فانا بفكر اديهم جزء. اذا كانوا فقراء ما هم اللي هم بيشتغلوا باليومية وحالتهم مثلا وبيجوا من المحافظات يشتغلوا في مصر. إذا كانوا فقراء أو مساكين لا بأس. أو اللي هي بتنظف السلم عندنا. لا بأس إذا كانوا فقراء أو مساكين. شكرا. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا وبك خاصمنا وليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أجرنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ورحمة الله وبركاته.